موضوع جديد خالص. الموضوع بيتكلم عن تخزين المية. طبعا مشكلة تخزين المية ده من المشاكل الرئيسية بالنسبة لنا، لأن أنا الفكرة كلها عندي، لو احنا رجعنا الفكرة الأساسية بتاعت الشغل، أو أكبر مشكلة بتقابل الهندسة المدنية اللي هي عملية توصيل المية وصرفها. توصيل المية، أنت محتاج عشان توصل المية كمهندس مدني لأي احتياجات عندك، إذا كان احتياج صناعي أو احتياج زراعي او احتياج تجاري او احتياج ملاحي، فانت محتاج توصل الميه من مصدرها، وتبدا تصرف الميه الزايده عندك عن احتياجات، يعني احتياجاتك عن احتياجاتك ايا كان نوعها، برضه صناعيه او تجاريه او ادميه او زراعيه. تمام. طبعا صرف الميه، التوصيل الميه في الاحتياجات الادميه او الشرب، انت بتاخدها حضرتك في بتاخدها في الشبكات، في قصدي في الهندسه الصحيه، وكذلك شبكات الصرف الادامي بتاخدها برضه في الهندسه الصحيه، فبتاخدها من مصدرها اللي هو الخزانات، بتوديها للبيوت، وبتصرف المياه من البيوت بتوديها لمحطات التحليه. ده في الهندسه الصحيه. في هندسه الري بتعمل ايه؟ بتعملك مصدر ميه او مكان مخزن في الميه، بتاخد منه الميه بتوديها للارض الزراعيه، وكذلك بتصرف المياه الزايده عن الارض الزراعيه بتصرفها لاماكن صرفها. فبالتالي في جميع الحالات الدايره كلها بتبدا عندي من مكان ما انت خزنت ميه. يبقى انا عندي سورس ميه بصرف منه او بطلع منه، بودي للبيوت، بودي للاراضي الزراعيه، بودي للمصانع، بمشي في مجاري المائيه اللي بتساعدني في عمليه النقل. كل ده لازم يكون عندي خزان ميه. خزان الميه اللي هو الاستورج ريسيرفوار، ده اللي احنا عايزين نتكلم عليه ايه النهارده. نشوف يعني ايه خزان ميه. طيب خزان الميه، خزانات الميه، تمام. لو بصيت على خزان المياه، عباره ان انا عملت حاجز، يعني عن طريق حاجز، الحاجز ده اللي هو بالنسبه لي اللي هو السد. ممكن يكون انا حاجز المياه دي عن طريق قنطره او عن طريق هدار، بس طبعا زي ما انتم شفتوا الهدار يعني اقصى ارتفاع ليها هيكون 2 متر مثلا، القنطره هتبقى اقصى ارتفاع ليها 6 متر، تمام. فبالتالي مش هتحتاج كميه المياه اللي انت محتاجها توفرها، اكيد هتكون اكبر من كده، فاحنا بنعمل حاجز اكبر من كده اللي هو بالنسبه لي السد. فلو جينا عرفنا السد، السد عبارة عن حاجز أو مانع بيتحط في المجرى المائي بحيث إن هو يخزن المية في منطقة الأمان بتاعته. تمام؟ طيب لما جه خزن المية كون عندي بحيرة صناعية بنسميها ريزرفوار، دي اللي هي البحيرة الصناعية بتاعة إيه؟ السد. طيب طبعا السد عندي لو جيت بصيت على شكل السد شكل طبيعي بالمنظر او بصوره طبيعيه مثلا قدامنا، هتلاقي ان عندي السد واضح وراء البحيره بتاعته، امامه بقيه النهر، والميه بتنساب من على المفيض بتاع السد زي ما انتم شايفين. ده شكل ايه، او يوصل لنا معلومه عمليه تخزين الميه. لازم ابقى عارف ان انا عندي السد ده بيدخل له ميه انفلو عندي او مصدر تغذيه، تمام. وبيحصل منه شويه مجموعه كبيره من الفواقد، اذا كان هيحصل فاقد عندي عن طريق البخر او عن طريق التسريب، تمام، وبيخرج منه ايه ميه. لو بصيت عندي على الرسمه دي يا باشمهندسين اللي ظاهره قدامكم اللي هي صفحه رقم 5، هلاقي ان انا عندي المنطقه التخزين بتاعه الميه بتاعه السد ممكن تتقسم لمجموعه من العناصر. اول حاجه عندي حاجه اسمها ديد ستورج، او منطقه تخزين ميته. كلمة منطقة تخزين ميتة معناها إيه؟ إن أنا عندي المية دي، أنت حضرتك عامل السد بحيث إنك أنت تخزن فيه مية، المية اللي اتخزنت دي طبعًا السرعة بتاعتها تعتبر صفر. طب السرعة اللي وصلت لصفر دي معناها إيه؟ معناها إن هيحصل نوع من أنواع الترسيب، فبالتالي أي مواد عالقة في المية، المواد العالقة دي هتبدأ تتسرب للإيه؟ للقاع بتاع منطقة التخزين. ودي بنحسب احنا عندنا المنطقه دي، او بنديها او بنستنتجها بحيث نبقى عارفين المنطقه دي مش هستفيد منها بحاجه. طيب عندي بعد كده منطقه تخزين حيه بالنسبه لي، او اقدر اخد منها ميه، تمام، اللي هي الاكتيف ستورج. الاكتيف ستورج دي ببدا اقول والله انا المنطقه التخزين دي اللي فعاله بالنسبه لي اللي هقدر استفيد منها، ببدا احط لنفسي عناصر امان. عناصر امان اللي هي بالنسبه لي زي ايه؟ عندي الفلود. الفلود يعني ممكن يحصل نوع من انواع الفيضانات في المجرى المائي، ده جزء عارض يعني مش دائم الحدوث، يعني انا مش تكراري، كل سنه بيحصل فيضان بنفس القيمه،
فبالتالي ما الجزء ده ما بعتمدش عليه في شغلي، ولكن بتعتبر ميه اضافيه بالنسبه لي او ميه زياده عن اللي موجوده، بس لازم اعمل حساب انها تيجي. فبالتالي وانا بصمم بحط معايا الجزء اللي هو جزء امان، اللي هو جزء الفيضان اللي هيحصل، بحيث ان السد لما يجي الفيضان يقدر يستوعب الميه بتاعته. طيب عندي جزء السيرتشارج اللي هو الجزء اللي هو بتاع الامواج، لان دي بحيره، فبيحصل عندي نوع من انواع ايه اللي زي ما انتوا هتاخده في المواني او خدته في المواني، اللي بيحصل عندي موجه نتيجه الهواء. تمام. فبالتالي عندي ايه، لو جيت بصيت للمناسيب هلاقي عندي في جزء فلود، جزء الامان بتاع الفلود، وعندي جزء للايه للديد ستورج، وعندي جزء اللي هو الاكتف، او عندي الثلاث العناصر الرئيسيه بتاعت ايه التخزين بتاعتي بتاعت السد. طيب لو جيت بصيت لاستخدامات السد، لو في الصفحه اللي قدامك دي مختصراها الى حد ما، هلاقي ان انا عندي ان الاغراض بتاعت السد يا باشمهندسين، او انا بستخدم السد ليه؟ قال لي اول حاجه عندي اعمال الري، الاعمال الاستخدام المنزلي، الاعمال الاستخدام الصناعي، عندي اعمال استخدام توليد الطاقه، لان طبعا في فرق في المناسيب كبير ما بين الامام والخلف، فما اقدر اشغل عليه توربينات. بقدر اتحكم في الفيضان اللي ممكن يجي خلال المجرى المائي. ممكن اعمل توسع او استصلاح الاراضي، وممكن استخدمه في الملاحه. تمام. كل دي عندي فوائد بستخدم بيها السد. طيب الخزان طبعا، السيرفوار طبعا، بخزن ميه، بسيطر على الفيضانات، وعندي بعمل توزيع، بعمل توزيع للميه. طيب دي يعتبر دي الفوائد اللي بستفيد منها. فزي ما انتم شايفين الثلاث عناصر اللي هو الايه الديد ستورج والفول ستورج، وعندي الجزء اللي هو السيطره على الفيضان. تمام. اللي هنا شرح المناسيب الاساسيه زي ما انتم شايفين اللي هي موجوده عندي في السد. فعندي اول منسوب او اهم منسوب عندي الفول ريسيرفوار ليفل، ده اقصى منسوب ممكن يوصل له السد، وده المنسوب اللي هو لو تعديناه بقى جسم السد عندي في خطوره، زي ما هو شايفه ده، زي ما انتم شايفين هو يعتبر بالنسبه لي اخر عندي منسوب للميه، وهو قرب بالنسبه لي للكريست. ده الماكسيموم موتور ليفل. تمام. ده اقصى حاجه. بعد كده عندي المينيمم بول ليفل، ده اقل منسوب ميه اللي عنده هتشتغل، اللي مش الاقل من كده ما تشتغلش توربينات توليد الطاقه. وعندي النورمال اللي هو اللي يعتبر عندي المنسوب الموجود اغلب فترات الايه او اغلب اوقات السنه. طيب لو عرفنا التخزين بتاع السد، جزء اقدر استخدمه وجزء ما اقدرش، ده تعريفاته انتوا شايفين اللي احنا قلناها بالعربي. طيب الامثله على الخزانات، لو جينا بصينا للسدود اللي موجوده عندنا في مصر، عندنا يعتبر عندنا السدين اللي بالنسبه لنا هم موجودين في مصر، عندي الاولد اسوان داون، او سد اسوان القديم. سد اسوان، سد اسوان شمسين القديم ده، ده عباره عن سد مكون من الطوب. طبعا زي ما انتم شايفين على قدامكم على السلايد اللي قدامكم، ان هو تم انشاؤه، تم انتهاء انشاؤه في سنه 1902، وتم تعليته اكثر من مره. ده بالنسبه لسد اسوان القديم، وده مكانه على الخريطه، ودي معلومات عامه عن السد اسوان. تمام. عندي برضو السد الثاني اللي عندي في مصر اللي هو السد العالي، ودي صور ليه، ودي نبذه تاريخيه عنه، عن انشاء السد وما بدايه تشغيله. ده قطاع بيوضح يا باشمهندسين علاقه السد العالي مع سد اسوان القديم، هم المسافه ما بينهم 6.5 كيلو زي ما واضح قدامكم. طبعا تم الاستفاده من وجود سد اسوان القديم بحيث ان هو يقلل الضغوط على السد العالي عن طريق انه بيرفع منسوب المياه من منطقه الداون ستريم. لو جينا بصينا للتصرفات قبل وبعد المرة في النيل، قبل وبعد السد العالي، هنلاحظ الفرق في الدايجرام اللي موجود على الشمال فوق.
مناسيب المايه اللي كانت بتعدي، وكان هنلاحظ ان في فيضان بيحصل. الفيضان ده كان طبعا كان ما بيسمحش عندنا او كميه المايه خلال السنه ما كانتش بتسمح عندنا بالتوسع في عمليه الري. ليه؟ لان المايه كانت بتيجي عندي خلال فتره الصيف بس، وكانت بتيجي بشكل كبير جدا. فطبعا السد العالي وفر ان هو خزن الموجه دي، وبدا نقدر نستفيد منها على طول على طول السنه، وبقى شكل التصرفات عندي شكلها منتظم. ده قطاع في السد العالي، تمام، بيوضح فيه المناسيب بتاعه السد وتكوينه. هلاقي ان انا عندي دي برضو معلومات عامه عن السد العالي، تمام، وده شكل التصرفات قبل تشغيل السد وبعد تشغيل السد لتوضيح الفوائد منه. طبعا ورا السد العالي تكونت بحيرة ناصر، وهي تعتبر من أكبر بحيرات الصناعة على مستوى العالم، تمام. بحيرة ناصر دي بتمتد عندي في مصر وبتغلى في السودان، اللي هي بنسميها بحيرة النوبة في السودان. البحيرة دي عندي طولها بيوصل 500 كيلو. مجموعة معلومات عامة يهمنا نعرفها عن بحيرة ناصر. طبعا بحيرة ناصر عندي لو جيت بصيت للديجرام اللي قدامنا ده، هلاقي ان هو عندي ان بحيرة ناصر ده يعتبر فيه سريان داخل بالنسبة لها انفلو، وفي جزء بيطلع منها افبوريشن وسيبج، يعني جزء منها تسريب وجزء بخر، تمام. وفي حاجات بتطلع في بالنسبة للمفيض من مفيض توشكا، تمام. وعندي جزء منصرف لايه، لقطاع النيل. ده لو حبينا نعمل تحليل للداخل والخارج من بحيرة ناصر. وده قطاع عرضي في بحيرة ناصر، تمام، ومجموعة من القطاعات الموجودة في بحيرة ناصر، تمام، أو مناسيب. بيوضح الرسومات دي، بتوضح الرسمة دي يعني مين تحت، بتوضح المناسيب خلال البحيرة، تمام. ده شكل التصرفات اللي مر فيها واللي بعد كده حصل لها نوع من انواع الانتظام. طيب يهمنا بعد كده يا باشمهندسين، ده كان نبذه بس عن السدود والخزانات واستخداماتها واللي موجوده عندنا متاحه في مصر معلومات عنها، تمام. الخزانات على مستوى العالم تعتبر منتشره في جميع الدول. دي شكل دايجرام بيوضح حجم الخزانات اللي موجودة من أكبر حاجة لأقل حاجة نبذة عنها فقط. هلاقي إن أكبر حاجة موجودة الأوين فول دامز، وبتقل يعني إيه كقيمة تخزين. خلاص زي ما قلنا إن وظيفة السد عندي إنها بتقلل عندي، بتعمل انتظام للتصرفات. طيب السؤال بقى دلوقتي يا باشمهندسين، اول حاجه عايزين نعرفها بقى، ده اللي يهمنا، ان انا عايز ابدا اعمل عمليه دراسه للخزان. طب دراسه للخزان، هاجي اقول اول حاجه هفترض ان الخزان عندي معطى، او الخزان موجود، او المنشا مقام، يعني انا لسه مش يعني تم انشاء السد وعايز اعمل له دراسه. يعني ايه اعمل له دراسه؟ يعني عايز اعرف دلوقتي انا المعطيات عندي في الطبيعه، عندي تصرفات داخله مقاسه وعندي تصرفات خارجه، انا عارف ان انا اللي بتحكم فيها، بحيث ان انا اللي بفتح السد وبطلع منه ميه. فخلاص فانا بالتالي عندي تصرف هيدروغراف، تصرف داخل للسد او البحيره، وهيدروغراف تصرف خارج من البحيره، الاثنين يعتبروا متاحين بالنسبه لي زمنيا. طيب التصرفات اللي داخله دي جايه لي من قياسات من الحوض النهر، اللي هو كان بيديني زي ما خدناه في الهيدرولوجيا، انا بيبقى عندي حوض نهر. حوض النهر ده ايا كان، حوض نهر بالنسبه لمسالتنا حوض نهر النيل، اللي هو طبعا بيتكون من حوض نهر النيل الازرق وحوض نهر النيل الابيض، تمام. كل حوض من دول بيدوني تصرفات داخله، مجموعهم لما بيندمجوا عند الخرطوم بيدوني النيل. طيب التصرفات اللي مره في النيل دي، تمام، هتوصل عندي بحيره ناصر. طيب انا عندي في الخارج من الخارج من بحيره ناصر انا اللي بتحكم فيه، فبالتالي انا عارف انا بخرج قد ايه على مدار السنه. طيب انا عندي يا باشمهندسين، انا عارف التخزين الابتدائي في بدايه السنه المائيه بالنسبه لي، خلاص. طيب عايز ابدا اعرف بقى التخزين الايه التاني، او التخزين على مدار السنه عامل ازاي. طب عشان اعرف التخزين على مدار السنه عامل ازاي، فبيبقى عندي مجموعه من المعلومات. ايه هي؟ عندي تصرفات داخله، عندي تصرفات خارجه، عندي التخزين عند كل منسوب. ما هو انا دلوقتي بنتكلم على مساله
قائمه، يعني سد زي بحيره سد العالي، البحيره بتاعت ناصر موجوده. طيب بحيره ناصر دي معروف عندي عند كل ارتفاع اتخزن من ميه قد ايه، فبالتالي متاح بالنسبه لي معلومات بتقول التصرفات الداخله والتصرفات الخارجه، ومتاح عندي الايه التخزين عند كل منسوب. السؤال بقى هو التخزين عند كل زمن كام؟ ده السؤال اللي دايما بنبقى عايزين نجاوبه، اللي هو انا مخزن كام في اي وقت من اوقات السنه، ده رقم واحد. رقم اتنين، منسوب البحيره عند اي زمن كام؟ تمام. طيب يبقى هعمل كده ازاي؟ اول خطوه احدد التصرفات الداخله، احدد التصرفات الخارجه من المعادله اللي قدامنا، اللي هي متوسط اللي داخل ناقص متوسط الخارج من التصرفات بيديني ايه معدل فرق التخزين اللي حصل. ما هو اللي داخل ناقص اللي خارج يديني تخزين. طيب لو حللت المعادله اللي قدامي معادله الاتزان دي، هلاقي هقدر اجيب الايه الاس لوحدها افترض، اللي هي الاس 2 على اساس الاس، اللي انا هفترض ان انا دايما عندي الاس 1 اللي هي الايه الانيشال كونديشن او الحاله الابتدائيه بتاعتي. طيب من المعادله دي بمعلوميه الاس 1 والاي 1 والاي 2 والاو 1، مجرد ما جبت الاس 2 يبقى انا عرفت ان الاس عند الزمن الثاني اللي بحسب عنده اذا كان اليوم رقم 2 الساعه 2 الخطوه الثانيه زمنيا بقى التخزين عندها كام. طب خلاص عرفت التخزين عندها، اقدر اعرف ساعتها الايه منسوب التخزين. يبقى دي اول مشكله بتقابلنا، اللي هي مشكله ان انا اعمل تنظيم للتخزين زمني. من الحاجات المهمه واحنا بنعمل بنحل المساله بتاعتنا زي ما قلنا، ابقى عارف التخزين عند كل ارتفاع قد ايه، اقدر بيبقى من ضمن المعلومات برضو المتاحه بالنسبه لنا عشان اعرف اجيب التخزين، ابقى انا عارف المساحه عند كل ارتفاع قد ايه برضو الخزان. تمام. طبعا عرفت المساحه اقدر احول المساحه في العمق، احولها ايه لحجم. يعني انا عندي لو مساحه قطاع رقم واحد ومساحه رقم اثنين، اقدر من متوسط المساحه في فرق الارتفاع يديني على طول الحجم اللي اتخزن، عن اقدر بالتالي اعمل ايه منحنى اسمه الارتفاع او الاليفيجن مع التخزين. تمام. فبالتالي انا لو عندي مساحه، لو انا عندي مساحه مع الارتفاع اقدر اجيب معاها حجم مع الارتفاع عن طريق متوسط المساحه في الارتفاع، واقدر استنتج من هنا بقى ايه الاليفيجن مع التخزين او الاليفيجن مع الاري. الكومباين دايجرام اللي هو انا حطيت القيمتين مع بعض، الاريا مع الاليفيجن والستورج كاباسيتي مع الاليفيجن. طيب السؤال بقى الثاني يا باشمهندسين بقى دلوقتي المهم، يعني احنا سالنا اول سؤال اللي هو لو انت عايز تعمل تنظيم للايه التخزين جوه في بحيره قائمه، يعني انا عندي سد قائم بالتالي البيانات بتاعته معروفه، يعني معروف عند كل ارتفاع في تخزين قد ايه، معروف التصرفات الداخله، معروف التصرفات الخارجه. كان السؤال انت التخزين عند الزمن كام؟ يعني انت كان معروف التخزين عند الارتفاع قد ايه؟ كنت انا محتاج اعرف انا مخزن كام عند كل زمن مختلف، ومحتاج اعرف منسوب البحيره عند كل زمن، ودي اللي حليناها عن طريق معادله الاتزان اللي هو التصرفات اللي داخله ناقص اللي خارجه بتساوي فرق التخزين. طيب السؤال بقى المهم بقى هو انا الخزان لو انا ما عنديش اصلا، انا بفكر دلوقتي ان انا اروح اعمل سد، بحل مشكله وعايز اروح اعمل سد، السؤال اللي هيدور في عقلنا كلنا هو انا هعمل بحيره الخزان او بحيره السد دي بحجم قد ايه؟ اعملها 100 مليون؟ اعملها مليار متر مكعب؟ اعملها 50 مليار متر مكعب؟ اعملها 50 مليون متر مكعب؟ السؤال هعمل انا محتاج حجم بحيره قد ايه؟ اللي هي الاساسيه بالنسبه لي، يعني ايه الاساسيه بالنسبه لي؟ اللي هي هتغطي احتياج الماء. يعني السؤال هنا ان انا محتاج اغطي الاحتياج المائي بتاعي، ان انا اخزن الاحتياج المائي بتاعي. طيب ما احنا قلنا من قبل كده، قلنا ان انا عندي في احتياج مائي اللي هو الاكتيف ستورج، وعندي جزء اللي هو الديد زون اللي هو الترسيب، وعندي جزء بتاع الفلاد. طب الفلاد وانت حضرتك بتوع الهيدرولوجيا اللي فاكرين الهيدرولوجيا كانوا بيتنبأوا بالامطار، والامطار بتجيب تصرفات، وتصرفات كان بيجيب هيدروجراف، والهيدروجراف كان بيجيب افكتيف رينفول او افكتيف ديسشارج.
تمام؟ اقدر منه اتوقع حجم الميه اللي جايه زياده من الايه؟ الجماعه بتوع الهيدرولوجيا يقدروا يتوقعوهم. طب الترسبات، الجماعه بتوع الكيمياء بتاعت الميه او الجماعه اللي بيدرسوا الكواليتي جوده الميه يقدر يبدا يشوف الميه اللي جايه لي دي نسبه العقار المتوقعه فيها قد ايه؟ مثلا الميه اللي جايه لي مثلا النيل الازرق. النيل الازرق معروف باسمه، اسمه النيل الازرق عشان نسبه الطمي فيه عاليه، فالرواسب فيه عاليه. طب حجم الرواسب اللي جايه، حجم كميه انواع المواد الكيماويه، فبالتالي هقدر اتوقع ان خلال 100 سنه، خلال 150 سنه، تمام، هيترسب من الميه دي قد ايه، فبالتالي يبقى عندي حجم الميه بتاعت الفلاد، وهيبقى عندي حجم الميه اللي هي العناصر اللي هتترسب، وعندي حجم الميه الاستهلاك بتاعي، اقدر منهم اجيب ايه حجم الخزان اللي انا محتاج اوفره، وبناء انا اقدر اقول والله انا في الحاله دي اقدر اقول ان انا عايز سد ارتفاعه قد ايه. طيب طبعا ريليتيف كده او مع الكلام ده ممكن نقول والله طب ما انا ممكن احسبها بشكل تاني، هو انا عايز اولد طاقه، انا مش عايز اخزن ميه، تمام؟ طب اولد طاقه، طب الطاقه دي انا عايزها قد ايه؟ عايز مثلا 100 ميجا وات في السنه، 1000 ميجا وات في السنه. طب القيمه ال 1000 ميجا وات سي مثلا في السنه دي او 6000 ميجا وات في السنه، طب انا هولدها عن طريق عدد من التوربينات، 14 توربينه، 15 توربينه، اعرف التوربينه بتولد قد ايه. طب التوربينه دي عايزه هد ميه فوقها، طب يبقى بالتالي هد الميه اللي فوقها ده هيتكون عن طريق ان انا اكون منسوب ميه، يبقى اقدر اقول والله انا محتاج منسوب قد كذا وتخزين قد كذا. كل اللي احنا بنقوله ده لسه ما فيش سد موجود، احنا لسه بنفكر نعمل سد. يبقى المره دي عايزين نجاوب على السؤال، هو انت هتعمل حجم ميه قد ايه، او انت محتاج تخزن قد ايه. اسهل طريقه بالنسبه لي يا باشمهندسين ان انا ارسم رسم بياني او احل، او بنقول عليها طريقه الحل البياني، دي طريقه من ضمن الطرق اللي بتحدد لي حجم البحيره الفعاله بالنسبه لي. طيب ايه موضوع الحل البياني؟ الحل البياني بيحصل ايه؟ ان انا عندي قيمه تصرفات داخله اللي هو الانفلو اللي على مدار سنه او على مدار سنتين او على مدار 10 سنين، يعني بجمع عدد كبير من القرايات على مدار سنين متتاليه لمنطقه اللي هبني فيها السد. تاني انا جاي ابني السد العالي، خلاص هروح اقيس التصرفات، اجيب جدول قياس التصرفات الموجود لمنطقه ايه ما قبل اسوان. طيب التصرفات عندي انا هبدا اسجل البيانات من لمده 10 سنين، 20 سنه، 30 سنه، 40 سنه، اكبر عدد ممكن. طيب بعمل لها كوميوليتيف او برسمها بشكل ماس انفلو، ماس انفلو كيرف، او كميه ميه اجمالي، كميه ميه وارده. طيب كميه الميه اجمالي، كميه الميه اللي وارده دي معايا مش مصيري. انا دلوقتي انا عندي يبقى اسهل طريقه عندي اللي هو ايه؟ ان انا اقدر اقول ان انا طريقه الرسم البياني ان انا اعمل شكل او اعمل بيان تجميعي او رسم تجميعي او كوميوليتيف لحجم الميه الوارده عند القطاع اللي انا هعمل عنده السد. طيب هيبقى شكله عامل زي الرسمه الشمال اللي قدامنا، هيبقى فيها طالع ونازل. ليه؟ لان موجه، في عالي وواطي، عالي وواطي، عالي وواطي، تمام؟ طيب بعد كده خلاص رسمنا الرسمه دي، هاجي اعمل ايه بقى؟ هروح جاي محدد الاحتياج بتاعي اللي انا بحتاجه في السنه، تمام؟ وانا عندي الارتفاع ده راسي، هستخدم المقياس بتاع الرسم البياني الراسي، هرسم قيمه الاحتياج بتاعي في السنه، وانا عندي قيمه السنه، وبروح عامل خط مايل بيوضح الميل بتاع الاحتياج بتاعي. يبقى تاني يبقى انا هحدد قيمه الاحتياج اللي هو السيف بتاعي، اللي هو السيف هيلد عندي اللي موجود ده، اللي هو النقطه من ان لام، تمام؟ وبروح راسم سنه، وبروح عامل المثلث ده بحيث ان اللاين اي بي خلاص اللي قدامي ده كده عباره عن ايه؟ الميل بتاعه عباره عن الاحتياج بتاع السنه على السنه. طيب
باخد الخط المستقيم ده وبمس بيه القمه بتاعت نقطه A او القمه بتاعت نقطه F او اي قمه عندي. الفرق ده يا باشمهندسين اللي هو من C لD او الـ H للـ J، باخد الاكبر منهم، ده الاستورج اللي انا محتاجه، بحيث ان انا لو وفرت الاستورج ده يبقى انا عملت ايه؟ ده التخزين اللي انا محتاج اخزنه، تمام؟ عشان اعمل نيوترال او اعمل انتظام لشكل ايه الفيضان اللي بيجي لي، تمام؟ طيب ده طريقه من طرق ايه حساب الايه الخزانات، وده شكل يا باشمهندسين كده ده شكل عمليه الترسيب اللي بتحصل، يعني بنوضحها برضو، تمام؟ اللي هتحصل عندي في ايه في البحيره بتاعت ايه السد، تمام كده يا باشمهندسين؟ وده برضو شكل بيوضح ايه الجزء بتاع الترسيب اللي بيحصل في القاع. طيب هو ده بس اللي احنا عايزين نعرفه لكم، يبقى احنا الفكره كلها يا باشمهندسين اللي احنا عايزين نوضحها في النهارده، محتاجين نوضح. يبقى احنا اللي عايزين نعمله يا باشمهندسين النهارده اللي هو عايزين اللي احنا عايزين نوضحه، يبقى احنا عايزين نوضح دلوقتي يا باشمهندسين فكره عامه عن السدود، عن الخزانات. محتاجين احتاجنا نعرف يعني ايه بحيره سد، دي حاجه. الحاجه الثانيه فكره مبسطه ازاي اعمل ادرس السد، ادرس السد قائم، عايز اعمل دراسه ليه، فبالتالي عايز اعرف كميه التخزين اللي بتتخزن على مدار فتره زمنيه، عايز اجيب اس 2، عايز اعرف نزول الميه اللي هيبقى موجود في البحيره على مدار السنه، تمام؟ دي كان اول مطلوب. قلنا هنعمله ازاي عن طريق ان انا عندي معادله بتقول التصرفات الداخله ناقص التصرفات الخارجه هتديني التخزين اللي بيتكون. دي كانت شق من المساله. عندي شق تاني، انا عندي ما عنديش سد اصلا، فمحتاج ان انا ابدا اعمل ايه، ان انا ما عنديش سد، فبالتالي عايز ابدا احسب البحيره. في الفكره العامه للبحيره عشان ابدا احسبها او الطريقه البيانيه، ان عندي الطريقه البيانيه دي بشتغل فيها على اساس ان انا بقيس، باخد القياسات اللي موجوده عند القطاع ده لفتره زمنيه طويله، ببدا ارسم لها الماس كيرف بتاعها او البيان التجميعي ليها. طيب البيان التجميعي ده بناء عليه ببدا اشوف الاحتياج بتاعي خلال سنه، برسمه بياني وبيبقى عندي خط مايل، ببدا اخده عند بعمس بيه اي قمه عندي. الفرق بين القمه والقاع من الخط، الفرق ما بين بقى الخط المايل ده او خط المايل بتاع الاحتياج بتاعي وبين القاع بتاع الاحتياج المساله، ده بالنسبه لي حجم التخزين اللي اقدر اللي انا محتاج اخزنه. طيب الحجم التخزين ده طبعا بزود عليه الجزء بتاع الترسيب، بزود عليه الجزء بتاع الفلاد او الفيضان، تمام كده يا باشمهندسين؟ طيب ان شاء الله يوم السبت ان شاء الله هنطبق على الكلام ده، هينزل لكم الشيت ان شاء الله على يوم الخميس كده، تطبيق على المحاضره دي، بحيث برضو نطبق مسائل على الكلام ده ان شاء الله. الناس اللي عايزه تستفسر عن حاجه او تتكلم في اي خصوص الموضوع، تمام كده يا باشمهندس. واحد نسمع واحد واحد. خد المحاضره اساسا مش سامع كويس يا باشمهندس محمد. المفروض الامتحان ما يبقاش فيه نظري، تمام؟ المفروض ما يبقاش الامتحان فيه نظري. هو الدكتور ايوه احنا متفقين مع الدكتور على كده يا باشمهندس. مفيش مشكله. بس حضرتك بس ممكن تفكرها بس ان احنا متفقين معاه على كده. مفيش مشكله. ايه الاجزاء اللي من المحاضره ديت اللي ممكن تيجي كانها مساله؟ لان انا شايف ان كل يعني حاجات صعبه. هو احنا اخر جزئيه احنا شرحناها اللي هي تحديد حجم الخزان، او مشكله اللي هي ازاي نحسب التخزين عند اي فتره زمنيه، دول اللي هيبقوا عليهم تطبيق. اللي هو يا باشمهندس اللي هناخده في السكشن يوم السبت اللي هو بتاع يوم السبت. تمام كده. تمام يا باشمهندس. طيب استفسارات الناس فين؟ عايزين نسمع استفسارات الناس. المحاضرة الجاية يا باشمهندس تكون عبارة عن إيه طيب؟ مفيش محاضرات تانية بقى، اتفقنا على كده يا باشمهندس. بص أنا أنا ما أديلكش قرار في الموضوع لأني برجع لسه الأول للدكتورة وهبلغكم بيها، بس إن شاء الله هنحاول إن إحنا إيه حتى لو في جزء عايزين نقوله. هي في الأول يا باشمهندس
دي عباره عن ايه، خدناها او ما خدناهاش، دي حاجه ان شاء الله يعني ان شاء الله الدكتوره تروف فينا عشان الدنيا زحمه معانا وما تدهناش. بس هي عموما المحاضره الجايه بتكون بتتكلم عن ايه؟ هي عن موضوع السدود. ايه ايه تاني اللي موجود في السدود مثلا غير لا اللي احنا خدناه النهارده؟ لا النهارده اللي احنا خدناه ده مش السدود، دي البحيرات السدود اللي هي الخزانات السدود اللي احنا خدناه النهارده. خزانات بس. طب ده ماشي، ده موضوع يعني كويس ان هو موضوع منفصل اهو يعني. اه ده ده الخزان. الموضوع الثاني اللي احنا المفروض ناخده الاسبوع الجاي ده السدود، اللي انا بفكر اللي احنا هنحاول نعمله ايه بقى، ان احنا نحاول ايه نضغط عليهم، نضغط في السكشن ان احنا نشرحه في السكشن، ما يبقى من غير محاضره، يبقى شرح المحاضره بالمساله بتاعته يبقى في السكشن. حرام يا باشمهندس، اقسم بالله احنا مزنون زنا وحشه. إيه طيب انا عموما طلبتوا ان احنا مش عايزين حاجه ثانيه يا باشمهندس. طيب خلاص كده كفايه استكفينا. احنا اقسم بالله عمالين كل يوم والتاني عمالين بننضغط اكتر من اللي قبل منه. الترم ده انا مش عارف ماله عامل معانا كده ليه، ما حصلش معانا في اي ترم كده قبل كده اقسم بالله. خلينا نذاكر احنا دلوقتي، احنا بننام واحنا بنسمع المحاضرات واستكاش، ما فيش وقت نذاكر ولا ننام حتى. خلينا بس نناقش الدكتوره في الموضوع ده وان شاء الله خير، وهبلغكم بالحاجه ان شاء الله بحد اقصى يوم الخميس. فكره ان السكشن ساعتين بس، لو في كلام نظري وفي حل مسائل الساعتين بتوع السكشن مش هيكفوا اساسا يعني. خلينا هعرض كل الكلام ده على الدكتوره، وان شاء الله يوم الخميس هتلاقوا رد ان شاء الله. ده غير كمان يا دكتور، ده غير كمان يا باشمهندس ان احنا علينا اصلا شفوي يوم الاحد، يعني تخيل ان احنا بناخد سكشن يوم السبت. هو معلش علينا شفوي يوم الاحد. هو شفوي ايه معلش؟ شفوي خرسانه. تمام خرسانة. وعلينا كمان يعني شوف والله باشمهندس ما حد رحمنا خالص، احنا عايزين طمعانين في كرم ربنا يعني. والله باشمهندس انك انت ما انا بقول لحضرتك، هو ان شاء الله يوم الخميس انا هبلغ الدكتوره النهارده بالكلام ده، ويوم الخميس ان شاء الله باذنك يا رب هتلاقوا رد. تمام يا باشمهندس، شكرا. طب يا باشمهندس عايزنا حضرتك ما عندكش فكره عن الاعاده بتاعت الميد تيرم الدكتوره طلبت اسمينها؟ ما انا عارف. كل الناس اللي طلبت اعاده في الميد تيرم هينزل باسمهم كشف النهارده او بكره بحد اقصى، وهنرتب معاكم ميعاد. هيبقى في الكليه والله هو افضل في الكليه يعني انا شايف الافضل في الكليه، لان عشان نعمل الميعاد ده يعني على النت هيبقى صعب عليكم، او هيبقى فيه يعني نوع من انواع الايه ان في ناس ممكن تتظلم فيه. باشمهندس ممكن تعرف الريكورد برضو، الريكورد برضو بتاع المحاضرة ده حضرتك مش هتشرحها تاني. طيب ماشي. لا خلاص ماشي.